وعلاش هذه ما كتعطيش. اول ملاحظه اللي كنلاحظ شفتوا واحد المجموعه من الادويه ما شاء الله كلها ممتازه، ولكن السؤال اللي كنطرح عليكم قبل ما نبداو واش بعد عمليه الجني اش كديروا من بعد البلاد؟ واش كاينه شي مراقبه صارمه ولا لا؟ لان الا انتبهتوا من خلال الملاحظات ديالي والتجربه ديالي في الوقت اللي انني كنشوف بعض الضيعه الفلاحيه ما شاء الله اللي كتوصل 50 طن 60 طن، بالمقابل كنلقى بعض الضيعه الفلاحيه ما كيتعداو حتى 10 طن حتى 6 طن. وفي نفس الوقت دوك اللي كيديروا 6 طن 7 طن كنلقاهم كيحطوا واحد الماده فلوس صحيحه باش يداروا الشجر ديالهم. اذا شنو هي النتائج اللي خصنا بقينا نستخلصوا؟ النتائج اللي بغينا نستخلصوا وهو من هذا المنطق هذا. المنطق اولا الشجره كدوز واحد المرحلتين، وهذه المرحلتين خصكم تكونوا معاهم دقيق، تكونوا دقيقين معاهم مزيان. بمجرد عمل الجن الى حدود بدايه الازهار. في هذه الحاله اش كنستعملوا؟ كنستعملوا ادويه وقائيه واحد الأدوية بسيطة جدا. ومن خلال ما قام لي شفت في الواقع أنا كاين بعض كاين أدوية في المستوى، ولكن تبقى لمسؤولية الفلاح، لأن إلا دزنا هذه المرحلة وما درناش ديك هذاك المعالجة الوقائية الفلاح كيطيح في واحد الطامة كبرى. هذه هي الطامة، كندخلوا في الأدوية الجهازية، الأدوية الجهازية بواحد الثمن مرتفع بأربعة خمسة بالخطرات على الأدوية الوقائية. الوقت كيتسنى باش ياخذ واحد الإنتاجية قوية كيكون مستبقين داوي الشجرة ديالي. وشنو هو السبب؟ لأن بقيت ما بين عملية الجن وبداية الإزهار تيكون ناعس. ربي عطاه الضيعة عطاه، ورغم ذلك كاين واحد العملية. كاين الفلاح اللي ما كيفهمش شي حوايج، مع العلم ان المغرب ولله الحمد فيه تقنيين، فيه مسائل، فيه اشخاص اللي عندهم واحد المستوى عالي في الاشجار، مستوى عالي من العلوم في التقنيات. واش بعد بعد عمليه الجن اش كيدير الفلاح؟ واش كيرجع لها ديك القوه ديالها؟ واش كيعطيها شي ادويه؟ ومن بعد عمليه الصبير واش كيدير شي حاجه؟ هذاك الصبير هذاك السيد براسو اللي كيصبر واش الى جبد هذا هو شنو هي نوعيه الادويه اللي كيستعمل؟ واش كيدير مثلا حديده الزرقاء؟ واش كيدير ديك الزيت البيضاء؟ واش الى غير ذلك. هنايا ما شاء الله بقيت مجموعه من الادويه، وهذه هذا هو ثاني لقاء معاهم، راه ندوز معاهم لقاء فاس لا واحد بزاف، ولكن ملي لقيتو معجبو لي بداك الشيء زدت باش نحاول نزيد نستافس من خلال هذا الشيء اللي لقيتو. لذلك نقول للاخوان الله يجزيكم بخير، راه الأرضية عندكم الأرض ما تضيعوهاش، بغيت نشوفكم أنتم كتنتجوا علاش ما تنتجوش 40 طن 50 طن؟ شنو هو السبب؟ لأن حنا من خلال مجموعة من التقارير غادي نقول لكم في الإقليم صفرو كنشوف بعض الضيعات كيوصلوا 50 طن، علاش؟ ولكن فاش كنتبع مسائل بسيطة، سيت تقني أو جيب معاه تقني، كل أسبوع تيجي كاع تيعطيه الأتعاب ديالو تيقول لي دير لي شي ملاحظة. السيد حامل الشجرة بحال داك السيد اللي ما تيخليش يدير في راسو البر. وبمجرد ما نجي ان شاء الله عاوتاني المرحله الثانيه فاش تندخلوا بعد عمليه الازهار، واصعب مرحله هي عمليه الازهار. واش كتراقبوا دوك الامراض الفطريه ولا لا؟ راه الا كنتو كتراقبوا دوك الامراض الفطريه واستطعتوا تقضيو عليها راكم تيتم بان انتاجيه مستوى في المستوى عالي، وحتى داك الفاكهه غتكون في مستوى عالي. وبعد شنو تيبقى هذا المستوى؟ غتبقى لكم بعض غتشلو بعض هاد لي فيرتيليزون باش تقلب على الكاليب، ولا قلبتي على الكاليب اذا راك غتبيع مزيان.
ما غتبقاش عاد انت تقلب يجي عندك السمساري يبقى يقول لك نعطيك درهم ولا جوج دراهم. انا قسم بالله ما كيبقى فيا الحال، لان خلال التجربه ديالي تاع 20 عام كنشوف شي فلاحه ما شاء الله غير مضيعين ديك الدار، يعطيوها التقنيك ويعطيوها واحد المستوى واحد النسبه ويرتاحوا، وعلاش يبقى يضيعوا ديك الدار هذه؟ عنده الارض، عنده التفاح، عنده كل واحد المستوى عالي. ثانيا النقطه اللي بغيت نزيد اللي واحد صديق ديالنا اللي استسمح مع تصوص بك هذا التسميح، او كما قالوا الاخوان وما كما قالوا الاخوان دائما الواحد ميتريزي الامور دائما الله يجازيكم بخير. فيما يخص هادشي ديال البنايا ديال البيستيسيد اللي كيبقاو في التفاح ولا المحجور، الواحد يحتار ذاك الدار ديال ديك البوبي، بينما كلشي كيكون مونسيوني في البراج، كلشي راه منتج في البراج، الواحد ما يكونش سميتو ماشي مثلا كيقول لك انا هاد البوبي ديالك انت بيك تمشي واحد 25 يوم عاد يمكن لك تجني وديرو وتجي تجني في 6 ايام، راه كيبقى لك البقايا، وهنا اللي يقول لك زيتي، راه الحمد لله كلشي كيكون في البراج، حتى في ليزيسي دومولوكاسيون اللي كيديروا كيديروا حتى حنا هادشي، ما كان في بروبليسي كناخذوا لي بريليمون. بما فيني كنقولوا من راسو سكيسيدين هم لي زاناليز لابوراتوار سبيسيال ديال هادشي ديال زيدفيل باش كنشوفوا واش ما كيبقاش البقايا في الكروبي. هنا كما قالوا الاخوان زعما هادشي اللي كيقولوا راه مهم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله باش تكونوا دائما الناس ديال هاد المنطقه ديال اقليمي تبارك الله اليوم فلاحه تبارك الله تفاح باش تبارك الله الاشجار ديالكم اللي تبارك الله الشجره تقدر تعطيك 34 ولا 35 تبارك الله. هنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يعاون لكم السنه الفارضه ديال 2021 فاش كان في دراسه الشريش والشجار وما لقاوش الناس باش يسقي، ولكن كنتمنى منكم باش تكونوا دائما في التنسيق تاعكم الحمد لله في الخبره في اي ميدان ماشي غير في هادشي ديال الموبيلات ولا التدخلات. الواحد خصو يتريزي لو كوغون ديالو، او الواحد خصو يتصل بالناس اللي عندهم الخبره في اي ميدان في البروتوكول في هادشي ديال الاسمده في هادشي ديال الموبيلات الى اخره. دائما الانسان ما خصوش يخدم عشوائي وما خصوش يخدم غير مع راسو. هذه هي اللي بغيت نضيف لكم، وشكرا جزيلا على الحضور ديالكم. الناس ديال اقليم ميدات كنشكركم بزاف، اللي جيت انا واستصاحي اللي هو الصديق ديالي زيارة ميدانية الحمد لله تطوعية، والحمد لله كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير ودوروا ايد في اليد، وراه عندكم الحمد لله الناس اللي عندهم الكفاءات، وكنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله، وكنشكر على لا سوسيتي تاع الزهر اللي جمعت لنا اليوم بعدا. شكرا جزيلا لكم كاملين. كنشكرك سموحه. اذا كاين شي واحد اللي عنده استفسار اضافه شكرا على الحضور. شكرا بزاف. ايوا الختام.